قصروا في البيت كمان. قصروا في البيت. حاجة ساعدكوا؟ يا باشا مش قصور شغل دي يعني. الصندوق ده بتاع احسن بيه. بتاعي؟ كنت جايبه. ايام الله يرحمه. حتة من جهازي، اي نعم يعني مش غالية بس اهو. والفلوس اللي جواها دي؟ الفلوس دي انا ما اعرفش عنها حاجة يا باشا. حسام بيه، احنا اسفين. مضطر اقبض عليك. معتز اخوكي فين يا منيرة؟ ده وحشني قوي. اصله في مأمورية يا حاج، واول ما يخلصها هيجي لك على البيت على طول. ما انت عارف يا حاج ان وقته مش ملكه. والله يا حاج معتز ده صعبان عليا قوي قوي. ربنا يعينه ويديله على قد نيته. ناولين العصاية عشان اخش الحمام قبل ما نروح. اتفضل يا حاج. يا قوي أساعدك يا حاج؟ لا خليك يا حبيبتي. والله ما انا عارف اقول له معتزلات ازاي. ومين سمعك يا حبيبي؟ والله ده انا قلبي بيتقطع عشان الحاج. لا بقول لكم ايه بقى، ولا قلبك اتقطع ولا حاجه. سيبونا الطلعه دي، ما حدش له دعوه. انا جايبها له وش كده سلكاوي. ولا طلعه ولا نازله، تعرف تتكتم وتخرس خالص. جرايه منيره، ايه اللي كاتب ده؟ بعدين انا بهدي نفوس. اوعى حد يقول المعتز مات. لو ده لو شاف الخبر هيطب مننا. اوعى ساكت. طب تفسر بايه وجود صندوق الفلوس اللي لقيناه في شقتك؟ قلت المعاليك 100 مره ما اعرفش عنه حاجه. امال دخل شقتك ازاي؟ نقول تاني. سعادتك الصندوق بتاعي ملكي، اللي جوه الصندوق انا ما اعرفش عنه حاجه. يعني بالبلدي كده سعادتك حد حط الفلوس دي جوه الصندوق. بس المعمل الجنائي أثبت بالمعاينة إن مفيش أي كسر في كالون الباب، ونوافذ الشقة كلها سليمة. يعني اللي دخل دخل بالمفتاح. معاليك إحنا بشر بني آدمين، وأجل من لا يسوى. ممكن أكون نسيت باب مفتوح، شباك مردود، واللي دخل دخل منه يا فندم. ده وارد برضه. بس المعمل الجنائي أثبت عدم وجود أي بصمات لأشخاص مجهولة داخل شقتك. يا باشا إحنا رجال قانون، وأنا رجل شرطة. يعني بالوايم كده اللي هيدخل يعمل عملة زي دي لا هيسيب بصمات وراه، يا إما هيلبس جوانتي. أنا عملي كرئيس نيابة مبني على البراهين والإثباتات، مش بالوايم يا سيادة المقدم. بقول لك إيه؟ ما تعترف. يا باشا ما يصحش كده يا فندم، ما يصحش كده. والله العظيم ما أعرف حاجة عن الفلوس دي. ثبت بالمعاينة وجود مبلغ 250 ألف جنيه جوه الصندوق. وإقرار الذمة المالية اللي أنت قدمته خالي من المبلغ ده. وده معناه إن في شبهة تواطؤ بينك وبين مجموعة المهربين. يا فندم مجرم، مجرم أنا قابض عليه قبل كده 100 مرة، طبيعي إنه يعمل كده يا باشا. وبعدين يا فندم أنا لاقي اسمي في الداخلية، حضرتك تقدر تسأل زمايلي عني وتشوف ملفي، يقول لك مين حسام الهلالي. بقول لك إيه؟ اهدى بقى كده وقول لي إيه مصدر المعلومات اللي كنت بتبلغ بيها الإدارة بتاعتك عن مجموعة المهربين دول. كنت زارع وسطهم واحد سعادتك، يعني بالبلدي كده مرشد، بيجيب لي أخبارهم أول بأول. اسمه إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمه طاهر المشطي يا باشا. بس من فضل معاليك لو هتستدعيه تستدعيه في سريه تامه. ليه؟ علشان لو عرفوا هناك البطاطشه هيذبحوه وهيغيروا سيستم شغلهم كله، ونرجع من تاني بقى حوارين يا كيكه والسلاح يملى البلد. وهو كذلك. هل لديك اقوال اخرى؟ لا يا فندم، سعادتك لديك اوامر تانيه. امرنا نحن هشام رشوان رئيس النيابه استدعاء السيد طاهر المسطيهي المشار اليه في المحضر لسماع شهادته في سريه تامه. كما أمرنا بحبس المتهم حسام نجيب الهلالي 4 أيام على ذمة التحقيق، وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه. اتفضل سعادتك امضي على المحضر. يا بنتي ما أنا مقدرش أسيبك لوحدك أنت وبنتك في الظروف دي.
البنت بتبقى عليها عين والأرملة عليها ألف عين تراقبها. يعني لازم أقعد معاكي وفي نفس الوقت ما أقدرش أسيب أخوكي مع الحرباية اللي اتجوزها دي وجابها لنا. والله ما أنا عارفة أعمل إيه. عارفة يا إيمان أسلم حل إن إحنا نقعد كلنا مع بعض. يا ماما هو أنا ناقصة أعرف أكتر من اللي أنا فيه ده. يا رب خدني وخلصني. شر عليكي ما تقوليش كده وحدي الله. إلهي سيدنا محمد رسول الله ارحمك يا معتز ويجعل بس فيك الجنة. شدي حيلك يا امان. قلبي عندك يا حبيبتي، ده انا قلبي بيتقطع عشانك. اقولك نصيحة، تاخدي بنتك في ايديكي وتطبي على بيت حماكي وتقعدي على قلبه هناك، ما تطلعيش من البيت الا لما تاخدي حقك وحق بنتك تالت ومتلت. وفقري نصيحتك لنفسك يا لولا. حق عليا انا اللي عايزه مصلحتي. خليكي في حالك انت اللي فيها مكفيها. اسكتي دلوقتي يا لولا. اديني سكت يا عمر. على راي المثل خير ان تعمل شر ان تلقى. علاقتك بالمقدم حسام نجيب الهلالي؟ علاقتي بيه زي الفل. زي الفل؟ وضح كلامك، يعني ايه زي الفل؟ يعني مفيش اي حاجه الا كل خير. المقدم حسام قال في اقواله ان هو اللي زرع الكعاميل وسط مجموعه المهربين وانت اللي بتبلغوا اخبارهم اول باول، الكلام ده مظبوط؟ ايوه مظبوط مظبوط. هو اللي زرعني، حسام بيه جابني من البوفيه بتاع اداره المباحث. ماني اصلي كنت متطوع هناك بعد الجهاديه، وعلى راي المثل يا باشا ان فتك الميري اتمرغ في ترابه. وبعدين انت تحكي لي قصه حياتك؟ ماني جاي لك في الكلام يا باشا. حسام بيه استنقاني من وسط ناس يامي عشان يجندني زي عمله رأفت الهجان كده، وعمل لي تاريخ اجرامي على قدي وبالمستندات. قال ايه؟ اني فلاح من كفر الشيخ، مع اني اني اصلي من كفر الورش بين القناطر اليوبيه. وبعدين؟ وبعديه راح راميني في السجن مع فؤاد. فؤاد مين؟ فؤاد يا باشا. يا سلام، فؤاد ده كان أهم واحد من رجالة البطاش، وأني كانت كل مهمتي إني أخليه يثق فيي ويشغلني عند البطاطشة. وبعديها جاله المرض البطال اللهم احفظنا ومات. يعني حسام ما كانش له علاقة مباشرة مع منصور البطاش أو حد من ولاده؟ كدب خيبة يا باشا. قول. أني معرفش. يعني إيه ما تعرفش؟ أنت مش شغال عندهم؟ طب أنا هقول لك إيه؟ ما هو أصل حسام بيه يعني هو اللي نقاني عشان أقوم بالمهمة دي. من بعد ما كنت عامل بوفيه بقيت إيمي. يعني من الآخر جمايله مغرقاني. يعني إيه؟ عايز تقول إيه؟ وضح كلامك. يا سعادة الباشا العين ما تعلاش على الحاجب. أني كل مهمتي هناك إني أراقب اللي بيحصل وأقوله لحسام بيه. لكن لا اقدر اساله ولا راقبه. انت بالك قد ايه شغال عند البطاطش؟ بقالي سنتين، وكل مره كنت انزل فيها مصر كنت اجيب لحسام بيه كل الطلبات اللي بيطلبها مني. طلبات زي ايه؟ يعني زي ما تقول كده شويه كركديه، على شويه فول سوداني، على شويه فسيخ. وطبعا هو كان بياخد الحاجات دي وما بيدفعش فلوسها كالعاده، وانا اقعد معاه يسالني سؤالين اجاوبه باللي في النصيب. طب من عشرتك لمنصور تعرف عنه انه ممكن يجند ناس في الداخليه لحسابه؟ ايه ده كلام برضك يا باشا؟ يعني هو لو هيجند ناس في الداخليه انا هعرف؟ ده انا هناك ماليش لازمه، ده انا هناك خدام. خدام يا سعاده الباشا، والكبير لا يمكن يقول حاجه زي دي قدامي. هل لديك اقوال اخرى؟ لا يا باشا. طيب وقع هنا. يعني لازما يعني حكايه توقع دي؟ طبعا. مش هي دي اقوالك؟ ايوه اقوالي، بس يعني حياه ابوك يا شيخ، وحياه نور عينيك، وحياه الغالي عندك، اللي انا قلته ده يفضل سر بيني وبينك، لان ده ممكن يروح فيها رقبتي. اطمن. الله يطمنك. الله يطمنك يا امير يا ابن الامراء يا سكر. ادينا يا حاج جمعتهم زي ما انت عاوز. خير يا حاج، عاوز تقول ايه؟
بقالي فترة كبيرة ما شفتش معتز ولا كلمني حتى في التليفون. هو ايه الحكاية؟ ما انا قلت لك يا حاج ان هو في مأمورية. بالظبط كده، واول ما هيخلص هيجيلك على طول. ايوه يا حاج، هو دلوقتي معتز يعني وقته مش ملكه خالص دلوقتي يعني. انا حاسس انكم مخبيين عني حاجة. لا والله ابدا يا حاج، ما بنكذب، احنا بنقول الصراحة. قلبي متوحش عليه، انا هكلمه على الموبايل بتاعه، عايز اسمع صوته واطمن عليه. ايوه صح كده يا حاج، كلمه حاج، كلمه. يكلم مين يا شلبي؟ الموبايل بتاعه يا حاج مقفول عشان المأمورية سرية. انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ انا عايز اعرف ابني جراله ايه. انت عاوز الصراحة يا حاج؟ ايوه الصراحة، اتكلم يا منير. الصراحة بقى يا حاج، الله يكون في عونك. ما تسكت انت يا شلبي، احنا فين ولا فين؟ والله جرايا عفيفة، انا ليها منك ولا من منيرة؟ وبعدين ده انا جاي اهدي النفوس. انا معاك خلاص، صعبان عليا، انا مش قادر اسكت اكتر من كده، انا لازم اقول الصراحة. قول الصراحة، اتكلم. معتز اخويا ماله؟ يا باشا انا عندي شهاده مهمه ومصر ان انا اقولها علشان اخلص ضميري قدام ربنا. اتفضل قول. انا شفت المقدم حسام وهو بياخد شنطه من اثنين رجاله قبل العمليه وكان ناوي. انت متاكد؟ انا ساعتها ما كنتش مهتم بالموضوع وما خدتش بالي ان الرجاله دي تبع منصور، بس بعد الاتهامات اللي اتوجهت له اتاكدت شكوكي، عشان كده جيت اخلص ضميري قدام ربنا. انت عارف ان اللي انت بتقوله ده في دليل ادانه واضح للمقدم حسام؟ يا باشا هي دي الحقيقه، والمقدم حسام غلط ولا غلط لازم يتعاقب. امرنا نحن رئيس نيابه شرق القاهره تجديد حبس المتهم حسام نجيب الهلالي 15 يوم على ذمه التحقيق، على ان يراعى له التجديد في المعاد. قال يا ست المقدم، زي ما بيقولوا حدانا في الصعيد، اول الرقصه حنجلي والنسر اللي معلقه على كتافك هخليه ينهش بقلبك نهش، وقول لك تار منصور الكبير ما راحش. والله العظيم يا محمد ما اعرف حاجه عن الفلوس دي. انت تصدق ان اخوك يعمل كده؟ طبعا لا، انت بتحلف لنا يا حسام. تلاش ان شاء الله ربنا هيقف جنبك ويزر مرادك. انت مين عامله فيك الواد حامد؟ عارف ومش مستغرب ان هو خسيس، بس يبقى خسيس لدرجه انه ضيع مستقبلي ليه؟ انا وراه لحد ما يعترف انه شهيد زور. مش هعترف وما تتعبش نفسك، ده ما صدق يصطاد في المال عكره عشان يوسخ سمعتي، فاكر انه كده هيركب في الاداره. اقسم بالله ما هيهنيه على ساعه واحده فيها. انا عايز اعمل توكيل لساهر عشان يدافع عني. احنا طلبنا من ساهر انه يمسك القضية ورافع. ساهر اتغير قوي معانا احسن من ساعة ما اتقبض عليك. انا كمان بقول ما شفتوش يعني في تحيات النيابة. ما تشيلش هم يا حسام، انا جبت لك اسماء وعناوين اكبر محامين في البلد، اختار اللي يعجبك عشان تعمل له توكيل. خلاص اخترت. مين يا حسام؟ انت يا شاهد. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش هلاقي حد قلبه عليا زيك. بس انا ما اقدرش اتحمل مسؤوليه كبيره زي دي، انا لسه محاميه صغيره. الموضوع مش محتاج محامي كبير، الموضوع محتاج حد بيحبني وقلبه عليا وواثق ومؤمن ببراءتي. انا مش عارفه اقول لك ايه. قدها وقدود يا استاذه. جرايا يا امي، ما تقلقيش. على عيني يا ابني اشوفك في الوضع ده. ما تقلقيش يا ام، انت بس ادعيلي، ادعيلي وربنا كبير. ان شاء الله خير يا ابني، ان شاء الله خير. يا رب يا ماما. مالك يا سيدي الناس سرحان في ايه؟ ده انت المفروض تفرح فرحه كبيره النهارده. قصدك عشان ود الهلالي؟
طار عنده حق يا سيد، الفرحه بقالها زمان ما صارتناش. معاكم حق، لو ما فرحناش النهارده هنفرحوا ميتي. طب ايه رايك نحتفل ونجيب تورتايه كبيره؟ تورتايه؟ والله وعرفت تقول تورتايه يا ابن بتعه الكتعه. لا عجل، ولا اقول لكم ثلاث عجول نذبحوهم ونفرقوا لحمهم على الغلابه ونرمي دمهم لقروش البحر، ونوعدوهم انه المره الجايه مش حيجتمعوا على دم عجل، دول حيجتمعوا على دم ود الهلالي. ايوه يا سيدي، بس ثلاث عجول كتير وعجل واحد برضه كتير. انا رايي نرجع لفكره وهدان ونجيب تورتايه بس تكون صغيره. لا انا قلت ثلاث عجول يعني ثلاث عجول. ايوه يا سيدي، بس ده احنا بنقول يا حيطه دارينا، وهنلاقي فين حيطه دارينا في الهو اللي احنا فيه ده؟ بتقول ايه انت وهو؟ انا ما فاهمش حاجه. انطقوا. ما فيش اصل ما فيش. اخرس اخرس يا وهدان، انا قلت لك 100 مره ما تقولوش ان ما فيش فلوس. ما فيش فلوس؟ هي حكمه ما بعتش معاك فلوس يا طاهر؟ منين يا سيدي الناس؟ ما خلاص الترعة جفت وبانت ضفادعها، والست حكمة ما بقاش حيلتها حاجة من ساعة ما الكبير مات الله يرحمه. ومين اللي كان يصرف علي المدة دي كلها؟ انطقوا! اللي بيصرف اخرس يا وهدان. ايه هو اني فيه فرق بيني وبين سيد ياب؟ ده اني لحم كتافي من خيره. ايه الكلام ده يا وهدان؟ اتفضل احكي احكي وارغي. دي الحقيقة يا سيد، طاير هو اللي بيصرف علينا بقاله فترة، بس ما كناش عايزين نقولوا لك. حملوني الوحدة دلوقتي، اتقلبوا! دايما كاسر فرحة ابني، مفيش فولة بتتبل في بقك. قدام. بتتبلع على حسين يا ضلالي؟ يا ابني الكلب احترم نفسك واعرف انت بتتكلم مع مين. كل واحد محترم، مش واحد ضلالي وابن 60 كلب. ليه؟ هو اللي يقول الحق في الزمن ده يبقى ضلالي؟ ولا انت واخوك فاكرينها سبهلله وعايزين تقوموا على وش الفته؟ انا موتك يا حامد، انا موتك يا حامد. ايه اللي بتعمله ده؟ انت اتجننت؟ ده واحد كذاب يا فندم. يا باشا انا متمسك بحقي وعايز احول له التحقيق. راعى ظروفه يا اخي، انت شهدت على اخوه ودخلته السجن. يا باشا هو انا اتبليت عليه يا باشا؟ مش هو اللي كان مظبط معاهم ومقرطصنا كلنا؟ بقول لسيادتك انا شايفه بعيني دي وهو بياخد الشنطه من منصور قبل العمليه. حسام الهلالي اشرف ضابط في المديريه هنا، وانت عارف كده كويس يا حامد. دي الصوره اللي كان راسمها لينا يا باشا، انما في الحقيقه انه فاشل وما عندوش ولا سنه ولا ضمير. انت اللي فاشل وابن كان ثابت. صراف صراف. حسام اخويا لا يمكن يعمل كده، انا متاكده انه بريء. طبعا من يشهد للعريس. قصدك ايه يا طنط؟ قصدي انت عارفه كويس قوي. وحضرتك لسه بتشكي في حسام لحد دلوقتي؟ انا كنت الاول بشك، بس بعد ما قبضوا عليه اتاكدت. اتاكدت من ايه بقى؟ اتاكدت يا حبيبتي ان العصابه زادت واحد باخوكي، ولما غدر بيهم حبوا ينتقموا منه في بنتي وقتلوها. عصمت، مش معقول الكلام اللي انت بتقوليه ده. انت تخرس خالص. حاضر حاضر. سكت لي يا ساهر، ما تتكلم. هتكلم اقول ايه؟ انت مش سامع مامتك بتقول لي ايه؟ بصراحة ماما عندها حق، ولو انت مكانها هتقولي اكتر من كده. عندها حق؟ ده بدل ما تصبرني على المحنة اللي انا فيها؟ واحنا مين يا حبيبتي اللي صبرنا؟ ها؟ انا بنتي ماتت في عز الشباب اهو بسبب اخوكي. لا حول ولا قوة الا بالله. معلش يا بنتي عشان خاطري. اخر حاجة كنت اتوقعها انك تتخلى عني وانا في عز محنتي. لكن ربنا كبير. وبكره يظهر براءة حسام وتعرفوا انكم ظلمتوه. ايه بقابليني يا حبيبتي؟ انا مش هرد عليكي، عشان لو رديت عليكي هغلط فيكي. سامع؟ سامع مراتك بتقول ايه؟ مش هنده اتكلمي. يا واد 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 من صغر سني وانا بالهوى. محمد حسام فين؟ حسام فين يا محمد؟ حسام فين؟ ابني
بنتي، بنتي فين؟ سلمى فين يا محمد؟ انت يا محمد سلمى فين؟ ما تنطق بنتي فين؟ سلمى فين؟ انطق. شقتنا الجديدة شكلها والشاي هيبقى حلو علينا. يلا هعمل لك الغدا. لا حبيبتي ماليش نفس. ليه مالك؟ أنا جيت بس عشان أقول لك حضري لي شنطة عشان لازم أمشي على طول. حضر لك شنطة، أنت رايح فين؟ مفيش حبيبتي. أصل أصل إيه يا معتز، في إيه؟ حسام وسلمى مالهم؟ نصطلوا عليهم هما في الغردقة أو ضربوهم. طب حصل لهم إيه؟ حسام في العناية المركزة. سلمى تعيش انت. لا حول ولا قوة الا بالله. إن لله وإنا إليه راجعون. إيه اللي أنت عملته ده يا سمونير؟ يا فتاح يا عليم، أنا إزاي كريم على الصبح؟ إيه الدخلة دي؟ مفيش صباح الخير؟ وهيجي منين الخير؟ الله، مالك يا بنتي في إيه؟ ده أخوك اللي من لحمك ودمك، تمضيه على إيصال أمانة، مش عيب عليك يا منير؟ الله 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 الله. أنت عرفته ولا إيه؟ هو في حاجة بتستخبى؟ يا بنت يا بنت، انا بضمن حق انا وانتي، احنا اخوات شايف الشرع بيقول كده. بقى الراجل متعشم فيك خير تقوم تزلي نفسه وتمضيه على ايصال امانه يا منير؟ اغص عليك. وطي صوتك يا بنت شويه، لمي نفسك فيه يا منير. هو انا لسه عملت حاجه وديني وما اعبد لكن قايله للحاج وحكي له على كل فضايحك واللي يحصل يحصل. اعملي اللي انت عاوزاه واعلى ما في خيلك اركبيه يا منيره، وانا حر. ماشي ماشي يا ابن ام وابويا، انا هوريك انا هعمل ايه. الله يرحمك يا حسام بيه، انت ومراتك يا ما حذرته، قلت له يخلي باله من منصور، استهون بكلامي وادي النتيجة. جرى ايه يا طاهر؟ امسك اعصابك لحد ياخد باله من حاجة. ده انت في عش الدبابير، دول علم ديابة. وهدان طاهر، انت زفت يا طاهر، انتم نمتم؟ ايه امك يا سيدي الناس؟ هات لي قزازة شمبانية، أصل ما جايانيش نوم واصل، عاوز احتفل على روح المرحوم النهاردة. أوامرك يا سيدي الناس. قوام. الله يرحمك يا حسام باشي، على آخر الزمن حفرج ويسكي وشمبانية على روحك. قوام يا صاحب. ازاي حيوان تخون اخوك وتكتبه وصل امانه؟ وايه الغلط في كده؟ مش المبلغ اللي طلبه كادو؟ هو تاجر من التجار اللي متعامل معاهم، ده اخوك. انا ما عنديش في السوق اخوك ولا ابوك، ان كنت اخوات تتحاسبوا. هتفضل طول عمرك جشع واناني. هو بلاش بلاش احافظ على حقي وحق اختي شقيقتي. اختك منيره شقيقتك اللي بقالك 3 اشهر ما اديتهاش شهريتها. يابا انا عملت معاها كده علشان شايف جوزها قاعد على القهوه طول النهار شافت بطنه ومعدي، لا شغله ولا مشغله، وبالمره شد عليه شويه. شد عليه ولا تشفطهم لحسابك يا ضلالي. انا يابا مش حرامي، ما سرقتش حد. لا انت فعلا سرقت، لانك حسبتني على شهريه منيره 3 شهور اللي فاتوا وضربتهم في جيبك. مش في جيبي يابا، انت ما تعرفش حاجه. انا البنت منيره ديت عبيطه وجوزها عبيط، رحت مدبسها معايا في جمعيه كده 3 اشهر وفاجئها الاخر. انت كذاب وحرامي. وانت طول عمرك بقى بتميز معتز ابن سميحه عننا. انت اللي طول عمرك غبي واناني وعندك عقد نقص. عقد النقص دي اتعلمتها منك ومن انانيتك ومن ظلمك لينا. اخرس يا كلب. اوعى تمد ايدك عليا تاني، من الصغير انا كبرت. كبرت كبرت على ابوك يا سافل، بترفع ايدك عليا وعاوز تضربني. انا بدافع عن نفسي، انا دلوقتي عندي 45 سنه، من الصغير انا مش لسه في حضانه. يا ريتني ما قابلت امك ولا خلفتك. انت انت انت, انت ها قلبي
شوية قلبي قلبي، ما بدل قلبك ضعيف كده بتدخله ليه معاك في خناقات؟ اتفضل يا سيدي. وحدان قوم يا سيدي. اقعد. قل لي يا وحدان، انت ايه اللي جابرك تقعد حدايا هنا وانت عارف زين ان الحكومه بتدور علي وممكن كلنا نروح في داهيه؟ انت صحيح ما خبرش انا عملت كده ليه؟ انا اقول لك وانا عاوز اسمع. انا زي ما انت خابر وحداني، بوي ميت وامي هتشتغل خدامه حداكم في البيت الكبير، وانا صغير كنت انت دايما بتلعب معاي زي اخوك، واما كبرت خدتني معاك مصر ام الدنيا. لا عمرك استكبرت علي ولا استعليت ولا تنكورت علي زي بقيت الخلق، دايما كنت ظهري وحمايتي، اكل واشرب وانكسي من خيرك انت، وانت على قلبك كل ده زي العسل. بعد ده كله عايزني هملك لوحدك في شدتك؟ لا يا سيدي، ده انا ابقى جليل الاصل وناكل للجميل. للدرجه دي بتعزني يا وهدان؟ لا لا، اكتر بكتير. انا عندي استعداد احط حياتي في كفي واعرض نفسي للموت ولإن مخلوقي يمثلك طرف. تعرف يا وهدان، انت كبرت بنظري قوي بعد الحديد دي. دي مش حديد يا سيدياب، مش حديد، دي الحقيقة، وأنا مهما عملت مش هوفيك حقك. ربنا يخليك لي يا وهدان. ويخليك لينا يا حبيبي. بصحتك. بصحتك. الحمد لله على السلامة يا حسين. حسين يا حبيبي، يا حسين انت فقت. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. رد علي يا حسين، رد علي يا حبيبي. حسين ربي حسام علينا، طمني يا حسام وقول اي حاجة. استنوا علي شوية، استنوا علي شوية حبيب قلبي. الحمد لله يا رب. حبيبي حبيبي يا ابني، الحمد لله. سلامتك يا حبيبي، ألف سلامة. بالشفي. تسلم ايديك يا ابني. تحب احميك؟ لا
لا بلاش دلوقتي، خليها بعدين. طيب اللي تشوفه يابا بالاذن. بقول لك ايه؟ ايه؟ اخوك كامل فين؟ تلاقيه متلجح على القهوه، ما انت عارف لا شغله ولا مشغله. مالكش بركه الا هو، ده مهما كان اخوك الصغير ده غلبان، ملوش حد بعد الا انت. خلاص بقى، خلاص ما تكرهنيش فيه اكتر ما نكرهه، خلاص هخلي بالي منه عشان انت عايز كده. ما تقلقش، انا اهم حاجه عندي دلوقتي ان انت تنام وتستريح. فعلا انا عايز انام واستريح. حبيبتي يا ماما اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البقاء لله يا عصمتان. طب والله أنا حزينة عليها أكتر من حزنك عليها. وانت يا حبيبتي اللي حزنك؟ ما انت ابنك عايش والحمد لله. قصدك ايه يا عصمتان؟ قصدي انت عارفة كويس قوي ده أسلوب تكلميني بيه وأنا جاي أعزيكي ببنتك اللي هي كانت مرات ابني. اديكي قلتي كانت. ما تجيبي من الاخر وتقولي انت عاوزه ايه بدل ما انت عماله تلفي وتدوري في الكلام. عايزه اقول ان ابنك سياده المقدم المحترم هو السبب في موت بنتي. حسام؟ وفي غيره. كان وشه قزم السعد علينا كلنا. يا ماما ما يصحش كده. اسكت انت. يا طنط. يا طنط اللي حصل ده كان قضاء وقدر، واللي حصل لحسام ما كانش شوية. ما تقلقيش، بكرة يقوم لكم زي الجن. لا، انت زودتيها قوي يا عصمتان، بس أنا عارفة إن ده غالي، وعشان كده هقدر موقفك. عن إذنكم. ثواني يا طنط هاجي أوصل حضرتك. لا يا حبيبي كتر خيرك، أنا نازلة لوحدي. حقك عليا يا ماما. ولا يهمك يا حبيبتي. أنا آسفة. ما كانش صح يا طنط انك تكلمي ماما بالطريقه دي، وخصوصا يعني انها في بيتك. يا شيخه انت رخرة. انا داخله اوضتي. الحمد لله على السلامه يا حسام، نورت بيتك. يا حسام بقولك نورت بيتك. توحد الله كده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا عارف إن الصدمة كانت شديدة، بس ده قدر ربنا ولازم نقبله. نعم بالله، نعم بالله. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تقعد معانا في البيت اليومين دول، على الاقل تبقى وسطنا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انا هبات هنا محمد مع سلمى. استهدى بالله بس يا حسين، سلمى هتقعد مع سلمى ازاي بس؟ انت مش مصدق ان انا هبات مع سلمى؟ والله هبات مع سلمى. انت فاكرني مجنون صح؟ اخوك ما اتجننش، هبات مع سلمى وانت روح. سامع صوتها تنده لي جوه، روح انت عشان ادخل لها. سام اديني جيت البيت يا ست. انت فين بقى؟ فين؟
سبتيني لوحدي ومشيتي؟ يا سلمى وانت عليكي؟ بس مش انت اللي غلطانة، انا اللي معرفتش اعمل لك حاجة. بس والله العلي العظيم غصب عني، غصب عني، غصب عني يا سلمى، والله والله غصب عني يا حبيبتي، غصب عني، غصب عني، غصب عني يا سلمى. ايه يا جماعه؟ طمنوني بقى، عامل ايه دلوقتي؟ انت ايه اللي جابك؟ ليك عين تيجي بعد العمله السوداء اللي انت عملتها دي؟ انا يا منير؟ ايوه انت، مش انت اللي رحت وقلت له موضوع ايصال الامانه اللي حصل ما بينه وما بينه؟ والله العظيم ما حصل. اخس 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 عليك يا ابو نسب، اخس، كل ده يطلع منك انت يا ميزو. اخس، تعرف تسكت انت خالص؟ يا جماعه بقول لكم والله العظيم ما حصل. اعملهم عليا، اعملهم عليا يا معتز، واشفط بطنك وعدي واعمل نفسك ما عملتش حاجه خالص. عيب كده يا منير، احترم نفسك يا اخي. طب قسما عظما، انا اللي حكيت لبابا. يا نهارك اسود يا منيره، اخس عليكي، دي برضه عامله تعمل ايه؟ وانت مالك انت؟ اخواته بيتكلموا مع بعض، انت ايش حصلك؟ ليه كده يا منيره بس؟ ما انت عارفه ان بابا تعبان. بقى انت اللي عملتي كده يا وش المصايب. الهي يجيلك انتفاخ في بطنك ما تعرفي تعدي، ان موريتك. وقلت له كمان ان انت بقالك مده ما اديتنيش الشهريه بتاعتي، يا ضلالي يا حرام. عيب كده يا منيره، ده اخوك الكبير. ايوه صح، عيب كده يا منيره، ده اخوك الكبير مهما كان. منير عيب، ما صحش تكلمي كده ابدا. ماشي يا منيره، ان موريتك ما بقاش انا. بعد اذنكم انا اخش في بابا. يعني كان لازم الغردقة دي يا ابوي؟ اصل الدكاتره اللي هناك متعلمين ومتنورين، اتاتزه كبار احسن من الاحدانة هنا. وهتقعدوا لحد متى يا ابوي؟ مش هنعوجه ان شاء الله، اول ما اطمن عليها وعلي بطنها هنعوده طوالي. بتجيب لي معاك مشبك وانت جاي يا ابوي؟ واه ليه؟ وانا قلت لك ان رايح مولد؟ جاك ضربه ببطنك. يلا يا حكمت. انا جايه. ها ترجع بالسلامة يا بوي. ترجع بالسلامة، ما تغيبش علينا. مع السلامة يا بوي. ما عاوزينش حاجة من هناك. وهيعوزوا ايه؟ ما كل حاجة حداهم. عاوزينك ترجع لنا بالسلامة يا حكمة. خدي بالك من نفسك ومن اللي في بطنك يا حكمة. يلا يا بنتي على بركة الله. يدك يا بوي. مع السلامة. مع السلامة يا بوي. والله ولفيتي على الكبير زي الحياة يا حكمت. السلام عليكم يا فندم. انت من امتى بتدخن؟ المؤاخذة يا باشا. وعصبي كده ليه؟ عصبي كده ليه؟ ابدا يا باشا. كل ما هنالك ان انا ضابط شرطة مرقط اتدبحت قدام عينيه ووقف زيل معرفش يعمل حاجة، ادي كل الحكاية. حسام انا مقدر موقفك وفعلا عايز اساعدك. ساعدتك عايز تساعدني يبقى تستعجل اذن النيابه وتؤمر معاليك باقتحام الاماكن دي. ايه الاماكن دي؟ دي الاماكن اللي احتمال يبقى مستخبى فيها دياب ابن منصور البطاش. عملت تحريات على الاماكن دي قبل ما اقتحمها؟ من غير تحريات يا باشا، انا متاكد من اللي بقوله. متاكد؟ ده كلام يا حسام، انت عارف ان احنا بنشتغل بالطريقه دي؟ يا فندم انا مش ضابط شرطه بيجيب حق دوله، انا بني ادم مذبوح، مذبوح يا باشا، وجرحي بينزف ومش هيهدى لي بال غير لما اخد حق مراتي من اللي ذبحوها بسكينه تلمع قدام عيني. حسام روح دلوقتي وهدى اعصابك وسيبنا نشوف شغلنا. مش هرتاح يا فندم ولا هيهدى لي بال غير لما اخد حقي، ولو ما خدتوش بالقانون سامحني هاخده بايدي. حسام ما تنساش انك ضابط شرطه والمفروض تحافظ على القانون مش تكسره. والعداله البطيئه ظلم،
العداله البطيئه ظلم وربنا ما يرضاش بكده، ومش هستنى لما تجيبوا لي حقي ده لو عرفتوا تجيبوه يا باشا. انا مش هحاسبك دلوقتي لاني مشفق عليك. انا مش عايز حد يشفق عليا، ولا عايز اصعب على حد، ولا حد يعطف عليا. انا عايز حق مراتي يا فندم، والا قسما بالله حاخده بايدي. حسام انا بعاملك لغايه دلوقتي كابني، ارجوك ما تضطرنيش ان انا عاملك رسمي. حاضر فندم. سيادة المقدم ما تنساش انك بتكلم لواء، وسعادتك ما تنساش انك بتكلم بني ادم. تمام سعادتك. الا قول يا كبير. ايوه يا بي. دكتور ايه ده اللي هنلاقوه في البحر ده كله؟ صبر اصبر يا بي. منوره يا ست حكمت. ايه نورك يا طاهر. سايبنا وقاعد لوحدك ليه؟ أنا مش لوحدي. طب يا حبيبي تعالى اقعد مع ماما ومحمد عشان نبقى مطمنين عليك. متقلقيش على شاهد، أنا كويس. ايه حسام السجاير دي كلها؟ وايه الدخان اللي انت عايش فيه ده؟ حرام عليك صحتك. كده احسن كتير. حسام انا مقدرة حزنك ومشاعرك على سلمى الله يرحمها، وعارفة انت كنت بتحبها قد ايه، وانا كمان. سلمى كان بالنسبة لي صاحبتي ومرات أخويا واخت جوزي، وربنا وحده اللي يعلم أنا موجوعة عشانها قد إيه. عشان خاطري يا حسين، عشان خاطري ما توجعش قلبنا، ما هي بقى المصيبة مصيبتنا كلنا مش مصيبتك لوحدك. لو بتحبني تعالى اقعد معانا عشان خاطري. لو انت بتحبيني ما تضغطيش عليا، سيبيني انا كويس. مش هسيبك. ايه رايك بقى؟ حسام لسه في ناس متعلقين في رقبتك ومحتاجينك، وانا اولهم. اصل انت مش اخويا الكبير وبس، ده انت ابويا اللي انا اتحرمت منه، وصاحبي اللي عرفته لا في مدرسه ولا في شارع ولا في نادي. انت اللي انا اتربيت على ايده وفتحت عيني وشفته وسندي وضهري في الدنيا دي، ولسه محتاجالك حياتي يا حسين وحياتي. تعالى اقعد مع ماما، وانا هسيب الدنيا كلها وهاجي اقعد معاك. وبيتك وجوزك دول اهم مننا كلنا دلوقتي يا شاهين.
اتفضلي اتفضلي يا بنتي. دياب الحمد لله على السلامة يا دياب. الله يسلمك. مش كنت تقول لي يا ابويا عشان اعمل حسابي؟ قلت اعملها لك مفاجأة. احلى مفاجأة في الدنيا كلها. هاخد طاهر ووهدان ونطلع مشوار على البر. معاك حق يا كبير. وحشتك قوي قوي قوي. مش عاوزين اجرة، عاوزين نسبة ما تقلش عن 40% من كل عملية. يا دين النبي 40%؟ وغير كده انا مضمونش يسرقوني يوصلوا البضاعة للمخازن ناقصة. لا بضاعة ايه دي اللي توصل ناقصة؟ وده كلام؟ طب يعني احنا هنفضل قاعدين حاطين ايدينا على خدنا كده واحنا معانا كل الفلوس دي وكمان معانا اتصالاتنا بالناس بره؟ كل ده مش مهم، المهم كيف ندخلوا البضاعة ونخزنوها ونوزعوها كمان. سيدي دياب سيدي دياب، الضابط حسام الهلالي بيشتغل بلطجي في كباريه. انت بتتكلم جد يا وهدان؟ ايوه. يا سبحان الله، دي زي ما تكون تاهت ولقيناها. ايه دي يا طه؟ مش الضابط حسام ده كان شغال ضابط في المكافحه والحكومه رمته في الشارع لما احنا لبسناه قضيه ورميناه في السجن؟ قول يا طه، انت هتقول لي قصه حياته، عاوز تقول ايه؟ عايز اقول ان مفيش غيره، مفيش غيره يا سيدي الناس، هو الوحيد اللي هيقدر يساعدنا ويدخل لنا البضاعه من بره. انت بتخرف بتقول ايه يا طاهر؟ اهدي بس يا ست حكمت، اهدي كده وخلينا نتفاهم بالاصول. حسام ده كان واحد من رجاله الحكومه وعارف ألعبهم وعارف كمان بيفكروا ازاي، يبقى هو اللي يساعدنا، وهو بالنسبه لنا زي زكر الكوتشينه، نقش بيه وبعد كده نحرمه. ونعرف منين انه هيقبل يشتغل معانا؟ مش ممكن يرفض؟ يرفض كيف؟ عليه سابقة والحكومة رمياه وبيشتغل بلطجي في كباريه، يرفض كيف؟ البلطجة هينة قدام اللي حيعملوا معانا. خلاص يبقى نقص نبضه يا سيد الناس. كلام موزون يا طاهر. موزون كيف يا دياب؟ انت هتقوم على عمومه. اسكت يا حكمة، انا قلت هقتله يعني هقتله، بس خلينا نستفيدوا منه في الاول قبل ما نقتلوه. ما لقيتش غير ده اللي يشتغلوا معانا؟ مجبورين مجبورين، مفيش قدامنا حل غير كده. طاهر اهم حاجه نقطع عيشه من المكان اللي بيشتغل فيه عشان يقبل يشتغل معانا. اعتبره حصل يا سيد الناس. يا العركه هتقوم انت. يا ساتر عليك وعلى غباوتك، انا ايه اللي خلاني تهفيت في عقلي وجبتك معايا بطبق البصاره اللي انت لابسه دي؟ خير يا جماعه، منورين. الله يخليك. تطلبوا حاجه تشربوها ولا نطلب عشاء؟ لا خش في العشاء على طول. ويا ريت تشوف الامورتين الحلوين دول هياخدوا ايه. الامورتين دول يخشوني انا. ايه يا حيوان انت؟ بدلت ايدك انت. قول يا ابويا. انت عايز انت كمان يا. ما يصحش كده يا حضرتك، ما يصحش. وانت مين انت كمان؟ انا بعد اذنك مدير امن المكان ده. المكان ده هيتدردق على اصحابه. ايه؟ حسام بيه الهلالي مشتهي. باشا انا ماليش اي علاقه بالراجل اللي اتعور ده وراح المستشفى. وانت مين؟ انا راجل صاحب كباريه محترم، كل مهمتي يا باشا ان انا احمي الزباين اللي عندي واشفط بطني واعدي. ورجالتك دول بقى هم اللي عملوا المجزره دي؟ يا خساره يا باشا، كانوا رجالتي زمان لكن من دلوقتي خلاص حد الله ما بيني وبينهم. يا باشا دول بلطجيه كسروا المحل على دماغ الزباين، انا عاوز اعمل فيهم محضر يا باشا. لطيف قوي جو البيع ده يا مسيو منير، دي جزاتنا ان احنا كنا بنحمي الكباريه المحترم بتاعك. صحيح اخرة اسمهم ايه دول؟ العلقة. مين يا باشا اللي بقولك اخر اسمهم؟ انا بقولك يا باشا انا بشهد من دلوقتي وبعلنها، الناس دي انا رفضتهم خلاص، والكلام ده شاهد عليه حضرتك يا باشا. بنقعد شغلانتك انت، هتطردنا من الجنة. وانتوا اسمكوا ايه بقى؟ اسمك ايه يا روح امك؟ يا باشا روح ام مين؟ ده المقدم حسام الهلالي، ده كان ضابط في مكافحة التهريب، اكيد سيادتك سمعت عنه. لا طاهر ايه؟ طاهر ايه؟ ما هم لازم يعرفوا برضه ان انت مش شويه، ازاي تقول كده يا باشا؟
انت تقرب لمحمد بيه الهلالي؟ يقرب لمحمد بيه الهلالي؟ يا باشا ده حسام الهلالي اخوه الكبير. وانت مين ان شاء الله؟ انا طاهر المصطيه يا باشا اللي اخوه مرمي في المستشفى، بس مش مهم فداكم يا باشا. انا اهم حاجه عندي ان الموضوع ده يخلص عشان خاطر حسام باشا. انت ما تعرفش غلاوته عندي. انت بتقول ايه؟ بلطجي في كباريه؟ انت متاكد ان حسام اخويا؟ طب انا جاي لك حالا. اسمه منير. محمد في عرضك اهو، ما تعملش فيها كده يا محمد. ما صحش يا بني ادم ما تقف بكلمك. انت عايز مني ايه بعد ما عريتنا وبعد ما حطيتني قدام زمايلي؟ انت واحد كداب. ما كان لازم اكدب يا ابني، كان لازم اكدب علشان تنسوني انت وامك واختك. هي دي بقى شركه الامن اللي انت شغال فيها؟ حط نفسك مكاني، ما كانش في شغلانه شريفه هتقبلني. انت بتشتغل بلطجي وفي كباريه يا حسام؟ في كباريه؟ لا وزعلان قوي ان انا اديتك فلوس. لان انا الكبير، انا الكبير ومقهور ومكسور وعاطل. يا ريتك فضلت عاطل ولا عريتنا. ده انا اديت اشك دلوقتي ان انت دخلت السجن بسبب جريمه انت ارتكبتها. اخرس وقت صوتك. لا مش هخرس ومش هسكت، وكفايه بقى دور الملاك اللي انت عايش لنا فيه. هل انت مصدق ان اخوك وسخ يا محمد؟ اه، وانت اللي خليتني اصدق كده. ما تقولش اخوك، انا اخويا مات، انت ما بقتش حاجه تشرف. ايه ده؟ ايه يا حسام باشا؟ هو ماله جاي متشمل علينا ليه كده؟ ماني خلصت الموضوع جوه، وبعدين انا مش عايزك تزعل، دي مصارين البطن بتتخانق وانتوا اخوات واكيد هتتصافوا. لعله خير ان شاء الله. سيبنا العم. سيبوني في حاله كلكم، سيبوني في حالي. رايح فين؟ رايح في داهيه، سيبوني في حالي. جنرال، هنسيبه يا جماعه في حالته دي كده؟ على فكره احنا مش هينفع نسيبه كده، حتى لو غصب عنه. يا جماعه ما ينفعش يمشي كده، طب نوقف له تاكسي حتى. ما تسيبوه يمشي. ما تسيبوه، مش كفايه شبهتوه بمشيكم معاه في كل حته؟ سيبوه ينضف شويه. تصدق بقى بسبب طولة لسانك دي مش هيطلع عليك نهار جديد. بعد الشر علي. ما هو كانوا بيهزقوا فيكوا طول النهار والليل جوه في القسم، اللي ما في حد فيكوا تشمل ولا فتح بقه، ولا يعني هي جت علي؟ يا تقول قرف. الكلام اللي سمعته من اخوك ده صحيح؟ انت الكلام اللي سمعته من اخوك ده صحيح يا حسام؟ ايوه ماما. ايوه، انا مش مصدقه نفسي. معقوله انت حسام الهلالي؟ انت ابن البطل نجيب الهلالي، ابني اللي ربيته على الاخلاق الحميده والطيبه والاحترام. تبقى كده يا حسام، كبرتك وخليتك ضابط قد الدنيا يضرب بيك المثل، في الاخر تشتغل لي بلطجي وفي كباريه؟ مش مصدقه نفسي. لا صدقي، صدقي يا ام البطل، اللي واقف قدامك ده حسام هلالي تاني خالص، غير اللي بطنك شالته وغير اللي ربيتيه وكبرتيه. وايه اللي اتغير فيه؟ وقع، نفسه اتكسرت بعد عنك، بقى عامل زي الفرس اللي ملوش لازمه ولازم يتضرب بالنار. الفرس الاصيل لما يقع وينكسر بيقف تاني ويكمل المشوار، مش ينضرب بالنار. ده كان زمان يا امي، انما احنا في زمن اللي بيقع فيه دلوقتي بيتداس بالجزم ومحدش بيمد له ايده. وانا رحت فين؟ انا امك رحت فين؟ انت ناقصه، ده انا فشلت ابقى سندك، كمان هبقى حمل عليكي. حمل عليا يا حسام؟ حمل على امك؟ وعشان ما تبقاش حمل تضيع نفسك، وبعد ما كنت ظابط محترم تبقى بلطجي، بعد ما كنت بتحمي الناس تبلطج عليهم. وفي ايه؟ في ايه بتحاسبوني على ايه؟ ها بتقطعوا فيا ليه ومعلقين المشانق ليه؟ انا اتبهدلت، انا اتظلمت واتهنت، اتسجنت ظلم وما شافعليش ملف خدمتي في الداخليه اللي ما فيهوش نقطه سودة. دقت طعم الذل على تهمه انا اصلا ما عملتهاش. ارحموني بقى، ارحموني. وفي الاخر قعدت في البيت زي النسوان، واخويا الصغير بدل ما اديله مصروف بيرميني حسنه. لا انا اكرمني واشرف لي ادوس على الناس كلها بالكسر بدل ما يدوسوا عليا يا ماما. لا يمكن تكون ابني اللي ربيته، لا يمكن. عمري ما كنت اتصور انك تبقى مهزوم بالشكل ده. انا ربيتك عشان تبقى بطل. مشي فوق يا ابني، فوق من اللي انت فيه، وكفايه بقى فوق فوق. يا
اخبارك ايه يا بنت يا سماس؟ ما اخبار الهزه على حسك؟ يوه اديني مقضياها. يعني ايه مقضيها؟ انت بتغزي العين ولا ايه؟ قصدي يعني الكيت والزباين الحلوه اللي بترمي فلوس. الفلوس زادت وفاضت على الاخر يا اختي. بلا نيل عليا وعلى بختي، ما انا كنت بهز واعمل لهم قرد لا كنت بشوف فلوس ولا نيله. ما انت يا اختي اللي اتسرعتي واتجوزتي وسبت الرقص والهز بدري. هي مين دي يا اختي اللي سابته بدري؟ ده انا هاجي واغزكم كلكم، هما يومين رست كده ونازله الملاعب تاني وهكسرها. يا اختي تيجي بالسلامه ان شاء الله وزباينك مستنيني. على احر من الجو. لا جايه اقعدوا بقى كده. ايه ده؟ ايه ده؟ مين دي؟ في ايه؟ مالك ما تهدي؟ تزعقي ليه وداخله بزعبيبك؟ صاحبتي سماسي. في ايه؟ لا صاحبتك تقابليها في شقتك، انما جوزك واهلك هما اللي غلطانين. بدل ما تيجي تلوميني يا ست حكمت، روحي لومي عليهم ان هم مشوا غلط. عيشتك لغايه دلوقتي هي اللي غلط، بس انا هصحح الغلط دي وقريب قوي. الله 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 الله، ده انت جايه فارده قلوعك بقى وبتهدديني؟ لا انا جايه برد ناري واتشافى فيك لحد ما يقوني الاوان واخد بتاري منيك واريحهم في قبرهم. جوزك غدر بيا وضربني في ظهري، وانت بسلامتك جاي تهدديني النهارده؟ يا سلام، ده انتوا عيله بجحه بجاحه. واضح ان الخيانه والوساخه والجبن مقصلين في عيلتكم حتى النسوان. اسمعي يا ست، انت انا لما جيت اواجهكم جيت من وشكم، ما لفتش زي الحيه وجيت من ظهركم، علشان انا على حق وانتوا على باطل. قبل حكمه الزياره انتهت. أني بحتكم على 50,000 جنيه؟ أني مش مصدق نفسي. الله يرحمك يابا، لو كنت شفت المبلغ ده كنت مت تاني. اتدفوا جنب بعضيك واتدفوا. ربنا يخلي لنا سي منصور الصغير اللي أدم وأدم الساعة، وحيخلينا نعوم على وش الفتة. ولع لي يا زميلي. وماله؟ في مصلحة تعد فيها معايا؟ أعد؟ ما أعدش ليه؟ إرغي. المعلم أبو لغم بيصبح عليك وبيقول لك في واحد في زنزانتك عايزين نفسحه. وأنا إيه المصلحة اللي هتعود عليا؟ 10,000 جنيه، نصهم في أول عملية والنص التاني بعد ما تخلص. وده مين ده بقى اللي امه هتلبس عليه اسود بالصلاه على النبي؟ حسام الهلالي. لعله خير ان شاء الله. انت تعرفه ولا ايه؟ ايه اللي اعرفه؟ ده اعز قعد قائم. حلوه دي يا صاحبي. سلام. سلام. والله وقعت على حجر يا حضرة الصاب. توحشتك قوي 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 يا سيدياب. وانا كمان توحشتك. الله يرحمك يا ابوي، كان نفسه يشوف ولدي وهو راح ما شافش ولدي. حقك علي يا منصور، سامحني يا ولدي، سيبتك من غير لا ظهري ولا سند. ما تقلقش يا سيدي، انا ظهري وسنده لحد ما ربنا يلم شملنا من تاني. جدها وجدود يا حاج، عشان تعرف اني جده وانك اتجوزت مره ب 100 راجل. انا كلمت ابو لغم عشان ما يقتل الواد الهلالي، ورحت له واتشمت فيه كمان. رحت لمين؟ ود الهلالي. ايه اللي خلاك تعملي كده؟ كيف تروحي له وتخليه يعرف شكلك وفصلك ووصلك؟ غصب عني يا سيدياب، نار التار كانت جايده جوايا، ما فشيتش غلي غير لما رحت له في حبسته واتشمت فيه كمان. وبعدين ما يعرف شكلي ما
ما هو ميت ميت. اللي عملتيه ده أكبر غلط وكفاية لحد كده. يعني إيه؟ يعني تطلع برا الموضوع، ده تاري وأنا اللي كفيل أخده. واه، تنسيت إنه قتل محروس أخوي؟ يعني طار أنا كمان ولا يمكن أهم الواصل. كفاية لحد كده. ووعاكي أسمع إنك هوبتي ناحيته تاني، فاهمة ولا لا؟ فاهمة، فاهمة يا سيدي. إلا بالحق أنا جبت لك نصيبك من إيراد البضاعة. الله يرحم اللي راحوا، الكلاب ما كانوش يستجروا يعملوا كده قبل سابك. انسى انسى يا سيدياب. المهم شفت الواد منصور بيجي شبهك صح صح. انت تلاقيك بتحب 16 واحدة عريان في وقت واحد، نصاب في الحب يعني. لا مش قوي يعني، بس في منهم اللي كنت ايه بنصب عليهم وبحبهم في نفس الوقت. وسخ عملت لك ايه انا؟ عملت لك ايه؟ حاطط نقرك من نقري ليه؟ ايه؟ انا لو عايز اذبحك دلوقتي هذبحك، بس انا مش واثق زيك. ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ انتوا الاثنين حبس انفرادي عشان تبطلوا تتخانقوا مع بعض. يلا خدوا يلا يا باشا. هو خلاص مش عايز ولا كلمة. واد يا سيدي الصندوق اللي اتفقنا عليه. معيش يا ريس طاهر. شوف بضاعتك قبل ما تمشي. عيب يا ريس، الدار امان. ويعني انت هتروح فين؟ طيب يعني طالما الدار امان فين فلوسك؟ وادي فلوسك اهي. تسلم تسلم وتعيش. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الف سلامه. كده حلوت على الاخر. كل صندوق ابيعه أسلك منه حتتين سلاح وأبيعهم لحسابي، ولا من شاف ولا من دري. بس الانفرادي عشان بشوفك يا سلمى. تكونش ناوي تورثني بالحياة وتكوش على الورث لوحدك، واختك ومرات اخوك ما يطلوش ولا مليم. ايه ده؟ انا حق؟ ايوه انت، بس ده مش هيحصل ابدا طول ما انا عايش وفي الروح. يعني ايه حق؟ يعني هكلم المحامي يعمل لي وصيه بتلت الميراث لمرات اخوك وبنتها علشان احميهم من غدرك. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده حاج؟ ده ما يرضيش ربنا ولا شرع ربنا ابدا. العكس، ده هو ده الشرع اللي قال عليه ربنا. يبقى انت كده راجل ظالم وبتظلمني، ولو حصل الكلام ده لحجيب عليها وطيها وبكره تشوف. انت بتشتمني وبتعلي صوتك عليا يا كلب. بقولك ايه؟ ثلاثة بالله العظيم قسما عظما لو رجلك دي هوبت عتبة المحامي لارفع عليك قضية حجر ان الراجل ده اتجنن وخرف. حجر حجر، انت مش ابني، انت مش ابني، انت شطان. انت قلب قلب. بطل بقى الحركات بتاعتك دي كل مرة وتشفط قلبك وتروح مرمي على الجنب. ايه ده؟ بابا 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 يا سوخ نايل، الرجل شفط قلبه ومات ولا ايه؟ السلام عليكم. جبت الحاجات اللي قلت لك عليها؟ ايوه يا كبير، بس انا عاوز اسال، احنا هنقعد هناك كتير؟ شكلها كده لما اشوف اخرتها مع عمي وعيال. اهدى
هما لسه عاوزين ال 40% عمولة برضك؟ ما قدمناش حل غير كده. أنا عارف إنه طماع وبيستغل وضعي. بس نعمله إيه؟ طالما الواحد مكسور لازم نطاطه ونرضى بالموجود. صح، والله يسامح عمك وعياله. عمل لنا حاجة ناكلها. عيني. انت بتعمل ايه هنا يا ضيا منتن انت؟ ولا حاجه يا اخوي، داني بس سمعت الانارب بتصرخ فافتكرت في حرامي ولا حاجه. لا وانت امين قوي يا روح امك. اكيد يا اخوي، ما هي حاجتك حاجتي. لا يا اخوي، لا يا اخوي، حاجتك حاجه وحاجتي حاجه تانية، واياك تدخل لي الحاجات في بعضيها. اللي تشوفه يا اخوي. وبعدين حسك عينك تهوب ناحيه عيشه الارانب دي تاني. ليه هي فيها؟ ما فيهاش حاجه يا اخوي، ما فيهاش حاجه، بس زي ما تقول كده الارانب بتتنظر، واني كل ما ابص لهم الاقيهم اتمقتوا كده وخسوا وكشوا. ما تخافش يا اخوي، عيون الحبايب ما بتحسدش. لا بتحسد اليومين دول يا اخويا، بتحسد. طو عليك وعلى ضحكتك النتني. شد حيلك يا حبيبتي، البقاء لله. شد على الله يا حاج، والله تعبناكي معانا. اوعي تقولي كده، ده احنا اكتر من اهل. الحاج طول عمره كان راجل طيب، ربنا يجعل نسبة الجنة ان شاء الله. امين يا رب. حبيبتي خلي بالك من نفسك، انت واخوكي دلوقتي ملكوش غير بعض. قولي لها يا حاجه قولي لها، ده الدم عمره ما يبقى مي. والله منير مش مخليها محتاجه اي حاجه خالص، واخد عهد على نفسه قدام ربنا انه هيكون في مقام ابوها واخوها في نفس الوقت. محدش عملها قبلك. الناس طول عمرها بتترجى الرحمه مني ما برحمهاش، وعمري ما احتجت لحد. تيجي انت تعلم عليا؟ جميلك ده على راسي يا عمو، ومن النهاردة يحرم عليا أذيتك يوم الدين. يعني خلاص لعله أصحاب وأخوات وحبايب ولا هتغدر؟ أنا بفهم في الأصول، وعلى فكرة بقى أنا كنت مزقوق عليك واخد عربون كمان. مزقوق عليا؟ مين اللي زقك؟ الواد زين. زين؟ ومين اللي زق زين ده؟ واد اسمه أبو لغم. أبو لغم وزين. بقول لك ايه، سيبك من ابو لغم وسيبك من زين، قول لي لعل ايه اللي حدفك الحدفه السودا دي؟ ما تقوليش انا ماليش دعوه، انا بتاع الصعيد، وكانت القضيه 6 شهور. انا افتكرت طمعي وغباوتي. ما انت عارف انا طول عمري شغال في البلطجه، قلبت التخصص وقلت اشتغل في النصب، طلعت الطلعه والتانيه، وللاسف بقى في الثالثه وقعت وشرفت هنا 5 سنين. ما دي غلطتك يا اخي العلو. هو سكتنا له دخل بحماره، كنت ماشي في البلطجه والاشياء بونبون، ايه اللي خلاك تغير الكارير بتاعك؟ النصب ده فلسفه، علم، شياكه، اخلاق، دخلت بالحمار خليه يلبس، البس. سيبك منه يا معلم، ما هو الله الشاطر. عندك حق يا ده بوب، ما هو الله الشاطر. حسام باشا انا عايز اقول لك على حاجه، ما تزعلش مني والنبي على اي حاجه انا عملتها في حق الغلط، وعلى ماده ايدي اللي عايزه تتقطع دي. سماح يا سيدي ولا يهمك، احلى واحده كوكو في الدنيا. طب بمناسبه القعده العائليه دي، مش عايزين تصلحوني انا كمان؟ صحوا صفحه جديده معايا. ايه في حاجه بس استاذ العلو كان واخدها مني في الاول خالص، نظاره مش شايف اي حاجه خالص. لعلو عشان خاطر، عشان خاطر حسام باشا النضاره. ربنا يكرمك يا رب حبيبتي، وحشاني قوي. ايه ده 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 يا عم؟ في ايه شايف عفاريت ولا ايه؟ ايه المنطقه المعفنه اللي احنا قاعدين فيها دي؟ لا لا لا، خدها يا استاذ. خد ايه؟ خد ايه؟ البس، انا تعبت من جرجرتك طول النهار. اتفضل يا حكمت، ده نصيبك من ايراد المنحل، وده نصيبك من ايراد بيع المواشي، ودي نصيبك من ايراد المزرعة. ما شاء الله، ده الخير جالكم مرة واحدة. والله الخير جالنا من يوم ما شفناك انت يا وش السعد. ده لولاك انت ما كانش ولا واحد فينا حقق مشروعه. تعرفي احنا بقالنا سنين بنترجوا ونتمنوا نحققوا احلامنا، لكن ما كانش ممكن. وايه اللي مناك؟ الكبير الله يرحمه كان متحكم وما كانش رايد يساعدنا اصلا.
لكن لما انت جيتي وتحكمتي وديتينا فرصة وخليتينا نشم نفسنا. ربنا يخليك لينا يا وش السعد. ربنا يديم المعروف. دي وش سعد دي، دي وش قومي. ست حكمة. ايوه يا سمار. في واحد اسمه ابو لغم برا عند البوابة الكبيرة رايدي جابلك. قولي له طلعاله. حاضر يا سيدي. بالاذن يا رجال. اتفضل يا كبيرة. جا الكبيرة قال رجال آخر زمن. الحمد لله على السلامة يا ابو لغم. الله يسلمك يا كبير. طمني، صبا ولا ضبع؟ بصراحة كده قطة بسبعة ارواح. يعني ايه؟ يعني ود الهلالي لساه عايش، محاولة قتله فشلت. يعني ايه محاولة قتله فشلت؟ هو كبير على الموت ولا كبير على الموت؟ المرة دي فلت مني، لكن اوعدك المرة الجاية مش هيفلت مني ابدا. لو سيدياب علم بالموضوع ده هيزعل منيك. انا عشان كده خبرتك انت، وعشمان ما تخبريهوش إلا لما تجيب لكم خبره. ماشي، مش هنخبره إلا لما تجيب لنا خبره. يلا. تسلم يا كبيرة. بالإذن. إذنك معاك. كل يا سيد الناس. يا ساتر يا رب. إيه دي؟ إيه ملوخية وأنارب. أنا ما بسألش على الملوخية، أنا بسألك إيه دي؟ أنارب. ده انت وقعتك صوده ومخططه باسود، ده انا هسلخ لك جلدك وعرقشك بسناني. يا حستي ليه بس يا راجل؟ ده انا لابسه لك الاحمر. ده انت ما فيش احمر منك، انت يا ولية انت، انا مش منبه عليكي، ما حدش يدخل عشه الارانب عشان الارانب ما تتنظرش ويجي لها فره وتموت. طب والنبي ما عتبتيه ولا جيتنا وحييه؟ امال جبت الارانب ده منين؟ اشتريتها من عند ام شعبان اللي فاتحه جنب ترمبه الميه عشان تشيل ركبك وترمي عظمك. يا وليه ده قالي ركبي حديد، وقط النوم دي تشهد على كده. اصبري بس، اصبري لما اكل وانا حوريك الرجوله اللي عمرك ما شفتيه. قلت لما اكل؟ ده انت متصربعه على ايه؟ طاهر يا طاهر، أنا جيت. طاهر نام يا أخويا نام، ما هو ده اللي انت فالح فيه، تنام وتشخر. وقال أنا ركبي حديد وقط النوم تشهد. طب اشهد يا قط النوم.